يسعد صباحكم من جديد. احنا مكملين معاكم وزي ما عودناكم في عنا فقرات بتحاكي العائلة وبتحاكي جميع الأشخاص. احنا اليوم معنا من مجلة Family Flavors السيدة سمر صبحة حتى تحكي لنا أكثر اليوم عن المجلة وعن المقالات اللي بتكتبها بالمجلة. صباح الخير. صباح الخير فالنتاين، كيفك؟ نحمد الله. صباح الخير للجميع كمان. زي ما أنا كنت عم بحكي أنه Family Flavors من اسمها أنه هي نكهات للعائلة، بتكون يعني بتحكي عن كل مواضيع اللي بتتعلق بالعيلة، وحتى مواضيع بتكون موجودة وصارت وقصص عم بتصير للصحة للأطفال للموضة، عن كل شيء بتحكي. مزبوط؟ يا صحيح صحيح. هي المجلة يعني خلينا نقول انها بتعتني بجانب كان مهمل تماما عنا، اللي هو كل شيء عن حياتنا، كل شيء موجود على أرض الواقع. عن جد إيش بيصير معنا كأباء كرجال كنساء، إذا كان في عنا حتى التحديات صحية منلاقي مثلا مقالات عنها كيف تساعدنا، تحديات مع أولادنا، حتى منلاقي مقالات دينية، منلاقي مقالات عن إيش في آخر إيش في يعني وصلنا في الدنيا. بالضبط هي تساعد القارئ إنه هو يكون على اطلاع بحياته تبعت كل يوم، تحدياته اللي بتصير كل يوم. مزبوط. طب من المقالات المختصة أنت بكتابتها بفاميلي فليفرز مقالات عن الحياة الزوجية. طب في مقال لإلك عم بحكي عن الفتور وإمتى بتوصل العلاقة الزوجية، طبعا في مرات بتكون بعد سنين كثير طويلة لتوصل لمرحلة فتور. إيش الخطوات اللي لازم الأشخاص ياخدوها والنصائح اللي ممكن تعطيهم إياها حتى ما يوصلوا لهيك مرحلة؟ هلأ إحنا من سنة تقريبا وأكثر شوي سوينا سلسلة من المقالات بتهتم في بالجانب هذا، كل شيء ما بين الأزواج، لأنه هم كمان الأب والأم في النهاية هم رجل وامرأة. أحد الأمور اللي إحنا تحدثت فيها وكتبت عنها اللي هي الفتور. هو سؤال دائما يعني بيجي، طيب ليش مثلا بيصير الفتور او ايش الخطوات ان احنا ما يصير. هلا معظم المقالات اللي انا بكتبها ان احنا فعلا ما نوصل لمرحله الفتور، عشان انا بصير بعدين زي ما نقول انه اتاخر علي الوقت لاني انا الاقي حل. هلا الفتور خلينا نقول من وقت لوقت انه هو بيصير انا ما عندي اهتمام او بيهبط اهتمام شويه بالشخص الاخر، طبيعي بيصير. وين المشكله مثلا بتصير؟ انه هذا لما بيتكرر دائما، لما بياخذ وقت طويل، هذا صار زي كارت احمر، بدي انتبه على حالي، ما اترك حالي، ما اشغل نفسي مثلا، اصير اروح طلعات كثير واشوف اصحابي عشان انا انسى الموضوع، لا، في عندي انا مشكله. وهذا ما نركز عليه، أو أنا دائما بركز عليه في مجلة لما بكتب في نكهات عائلية أو Family Flavors، إنه أنا دائما لازم أنتبه على حالي، ما أترك حالي. هلا اللي بيصير مثلا عشان ما أوصل فترة الفتور، إيش بدي يكون مثلا عندي؟ لازم يكون في عندي تواصل. وهلا دائما بأكد على شغلة التواصل إنها على مرحلتين أو بتعني أمرين، مش بس التواصل مع الآخر، لا، التواصل مع نفسي. يعني بدي أنتبه على حالي، طب أنا ليش بيصير معي هيك؟ أنا إيش اللي محتاجه؟ أنا إيش اللي بدي إياه؟ وبعدين التواصل مع الطرف الآخر، أنا محتاج كذا، أنا بدي كذا، طب كيف إن إحنا نلاقي حل؟ واحد من الشغلات اللي هي عشان ما أوصل أنا لفترة الفتور. وبحب أقول أو أنبه على فكرة تكون دائما في بال الناس اسمها بنك العواطف. بنك العواطف لو أنا فهمته ما بوصل لمشاكل كتير. بنك العواطف بقدر يعني أطبق الفكرة هاي ما بيني وبين زوجي وما بيني وبين أولادي، هي للعلاقات يعني. الفكرة إنه هي أنا في عندي بنك، أنا إلي حساب والطرف الآخر إلي حساب. لما أنا مثلا بجيب وردة لمرتي، أنا حطيت في الحساب هذا كريدت إلي، حطيت لها لما قلت لها يعطيك العافية، لما ساعدتها مرة، لما طلعتها طلعة، لما فاجأتها، لما كذا. وطبعا إحنا بنحكي يعني على الطرفين، يعني مش إنه بس من الزوج للزوجة، ومن الزوجة للزوج كمان، مني لابني أو حتى من طفلي، العيلة كلها يعني. بالضبط بالضبط، يعني هذا البنك لكل، في حساب لكل شخص بالعيلة. بالضبط بالضبط. فأنا بعلى عندي الحساب عند الطرف الآخر. لما أنا مثلا بأسى على الطرف الآخر، بقول له كلمة مش حلوة، بنسى أنه مثلا عيد ميلاده أو إشي زي هيك، أنا بسحب، بينسحب من البنك هذا. هلا اللي بيصير أنا لما بدي أسحب
اوكي بصير يعني بنعوض بنحاول نعوض، بس لما ما بنتبه وبصير على الاخر مسفر بصير هون الاساءه بصير لها عواقب سلبيه فعلا، بيبدا الفتور بتبدا المشاكل بتبدا ها. فانا بشوف فكره البنك هاي دائما تكون في بالنا، كل ما انا اسحب لا بدي افكر ان انا كمان بدي اعطي عشان انا اعلي حسابي على الطرف الاخر. طيب هلا انت عم تحكي عن الحساب واحنا عم نحكي عن العلاقات الزوجيه، عن جد هذا مزبوط يعني حلو الواحد يفكر بهاي الطريقه، بصير في نكهه نرجع نقول للعلاقه الزوجيه حتى العلاقه بين الاهل والاطفال. طيب هلا يعني اذا وصل الحساب لصفر ولا تحت الصفر للماينس، لما يصير الحساب عم بوصل للماينس، ونقول انه العلاقه الزوجيه بمقال من مقالاتك برضو عم نحكي عن انتهاء العلاقه الزوجيه، يعني احنا امتى بنعتبر العلاقه الزوجيه انتهت بغض النظر عن كل المحاولات لاحيائها، لكن بنحس انه لا انتهت العلاقه الزوجيه. هلا هذا نعم كان واحد من الاسئله اللي بتنطرح دائما، وهلا عشان هيك ان حطيناها في بفاميلي فليفرز، وانا بتعرض مثلا إلها، او بيجي حدا مثلا بيسالني هل فعلا هذا خلص يعني انه احنا ننفصل، او هل هذا فعلا هذا هو الوقت او لا. دائما هي إجابة واحدة، ما في أي إنسان أي إنسان على وجه الأرض بيقدر يقول للشخص الآخر إنه هذا هو الوقت إن أنت مثلا تنفصل أو يحصل طلاق، ما في إلا أي إنسان، يعني حتى في ممكن أم مثلا أو أب أو أنا لو منك بقول له مثلا أنا كنت من زمان سويت هيك، أنا لو منك كذا، أو بيجيني شخص مثلا بيجي بيسألني بيقول لي طب أنت لو في مكاني أو أنت لو في مكاني كان إيش بتسوي؟ هلا ما في حدا في مكان حدا، لا يمكن إنسان يعرف إيش خلفية العلاقة أو إيش صار ما بين الشخصين هدول أو إيش هو المشاعر الحقيقية، فما في حدا فعلا بيقدر يقول لأي إنسان إنه هذا هو الوقت للانفصال، ما في. هو قرار شخصي 100%. اللي أنا بنصح فيه دائما لأنه في فكرة بدنا ننتبه عليها إنه المشاعر بنقول عليها ديناميك متحركة، يعني لما بشوف فيلم حزين بحزن، لما بشوف فيلم فيه خيانة بتضايق، لما إشي فما أصدر قرارات بناء على المشاعر اللي هي الوقتية. أنا دائما بنصح إن أنت تروح على متخصص أو أي شخص، اللي مش عشان يجاوبني على سؤالي، عشان يخلي لي صفاء للذهن أقدر فيه من خلال هذا المكان اللي هو أنا صافية الذهن أقرر قرار ويكون قرار صحيح مش صحيح. مبني على أمور أخرى ديناميك أو متحركة. أكيد أنا إحنا يعني بنعرف إنه القرارات المتسرعة زي ما حكينا واللي بتطلع بس بالوقت اللي انت عم بتحسي بالغضب او بالزعل والحزن فيه بتطلع دائما القرارات خاطئة. اكيد اغلب الاشخاص بندموا على القرار معي حالا مش مكان صحي اقرر منه، يعني مش انا مش متوازن في اللحظة هاي عشان اصدر القرار هذا. مزبوط. طب احنا رح نستعرض بعد شوي مجموعة من صور للمقالات اللي بتكتبيها بمجلة Family Flavors عشان نشوف هاي الصور من سؤالنا الأول كيف بلشنا عم نحكي عن السعادة الزوجية وعم نحكي عن كمان الفتور وحكينا عن انتهاء العلاقات. رح ننتقل برضو على مقالات تانيين انت برضو كتبتيها، اذا بتحكينا عن كل مقال هلأ لما تمر الصورة تحكينا شو المقال المكتوب فيه عن شو كيف تستوحي حتى افكارك. اوكي هلا هاي مكتوب بنكهات عائليه وكانت هي اجابه اسئله والاجوبه اللي هي كانت تجينا، وقعدنا في السلسله هاي تقريبا سنه ومستمرين، يعني كل ما بيجينا اي شيء بنعرضه. من وين بتيجي الافكار؟ او هي اول شيء ممكن من الناس اللي هي بتسال، من احنا بنتعرض له كل يوم، اللي انا بشوفه كمان كل يوم، من غالبا هو بيكون من الناس اللي هي بتيجي بتسال وبتبعت لنا اسئله، واللي انا بشوفه كمان كل يوم. يعني طب هاي الصوره الثانيه هاي عن الخيانه الزوجيه ولا؟ نعم هذا كتبناها عن الخيانه الزوجيه، والخيانه الزوجيه احنا حطيناها هون مبدا، يعني تناولت الموضوع بشكل مختلف تماما. بفاميلي فليفرز عم نهتم بان احنا نعرض الامر بشكل فعلا مختلف مش الدارج عن الامر. بدي لما بتحدث عن الخيانه بدي الناس بس ان هي تشوفها زي ما احنا شايفينها. لو انا بسال حدا سؤال، لو انا مثلا على حميه غذائيه واجيت اكلت لي كيكه هيك يعني دسمه، طبعا مش المفروض ان انا بدي اخذها مثلا، اوكي هاي اكبر خيانه بتنعاد. هلا بدي اسال، هلا مثلا هاي نوع من الخيانه، بس انا خنت مين؟ نفسي. فالخيانه نهايه وبدايه وهي اصلها هي خيانه للنفس،
صح. خيانة للمبادئ، لعهد، لا هي خيانة مع النفس. لو كذبت على ابني أو على موظفي أو على زوجتي أو على يعني أنا في النهاية أنا ما غشيت الثاني، أنا غشيت نفسي أولا وآخرا. مزبوط. في كمان عنا عن تنشأة الأطفال يكونوا عاطفيين، يعني إحنا بنعرف الأطفال حلو أنه ننمي فيهم العطف والحنان تجاه الآخرين ونخليهم يحسوا بغيرهم وخصوصاً بالأشخاص الأقل حظ، فكيف ممكن ننشئهم؟ أنت كاتبة عن مقال كتير حلوة قرأت منها شوي أنه عن جد أنه كيف الأطفال يضلوا يحسوا بغيرهم. نعم معك حق. هو أمر هلأ إحنا كتبنا الموضوع هذا بنكهات عائلية، الموضوع هذا مهم. أنا بشوف أكثر إشي أنه ممكن يضايق الأهل، يعني أنا كمان كأم واللي بشوفه دائماً أنه مثلاً ابنك مش مقدر اللي أنت بتعطيه، إذا بتعطيه الأكل بتذمر عليه أو ممكن هو يرميه أو أنه مش سائل بإيش اللي أنت بتجيب له إياه، وبيجيب له هدية مثلاً مش عجبته أو بيهتم فيها شوي وبيرميها. فما في عنده انه هو فعلا هو تقدير، مش قادر يحس في الناس التانية، مش قادر يحس بتعبي، مش قادر يحس بكل الامور هاي كلياتها. وشغله واحده بس انا بحدد عليها اللي هي فعلا كيف تصرف الاباء، بمعنى واحد من الشغلات عشان اساعد ابني انه انمي في هذا الامر تصرفاتي. لما انا بشتري مثلا شغله، طب لما هو بيشوفني كمان انا بشتري بشكل مش عادي هو كمان رح يتبع نفس هذا الامر. لما انا برمي اكل كتير بالزباله مثلا، هو بالنسبه له ليش ما يرمي الاكل هيك؟ طب ولما اجي اقول له ما تسوي مش رح يفهمني اصلا، صح. يعني مش رح، طب ما انت بتسوي نفس الشيء. مزبوط. فتصرف الاهل هو اللي بدهم ينتبهوا عليه اولا، بعدين بيجي الحنان وهذا زي ما انا بسوي ابني رح يتبع الامر. مزبوط. طب احنا معلش استعرضنا الصور كلها، واخر صوره وصلت بس عشان نحكي عنها شوي، يعني كان مكتوب بعنوانها تنازلت بما فيه الكفاية إذا مش غلطانة. مزبوط. طب يعني طب هلأ العلاقات الزوجية أصلاً تعتمد، أي علاقة حتى بين الأصحاب تعتمد على التنازلات، يعني إذا الشخصين ما تنازلوا ما بتمشي. يا أنا أنا هذا لا أنا أنت مصرة وهو مصر، أو حتى أنت مصرة وصاحبتك مصرة. ما بتمشي يعني ما بتمشي العلاقة نهائياً. نعم معك حق. تأكيد لو إحنا أصرين على رأينا بهذا الأمر إنه أنا بس اللي بدي إياه هو اللي بده يصير، والتاني متوقع من التاني إنه أنا أتنازل، يتنازل لي مرة وأنا أتنازل له مرة. زي ما قلت إحنا بنتناول المواضيع بفاميلي فليفرز ونكهات عائلية بشكل مختلف تماماً عن الدارج عشان نخلي الناس تفهم فعلاً إيش اللي عم بيصير. لما أنا بتنازل لأي شخص أنا خليت الشخص يعني أنا يعني شعرت ولو للحظة بتعاسة خلينا أقول أو بحزن أو هم عشان أمشي التاني. أوكي. داخلياً أنا بتوقع من الآخر يسوي نفس الشيء. بالضبط. هلا لو هو ما سوى بعد فترة زي اللي أنا بحسب بس إيش إنه في راسي مثلاً، لا طب أنا سويت هيك المرة اللي فاتت، طب ما أنا قدمت هذا الإشي المرة اللي فاتت، وبعدين باجي بطالبه للشخص هذا مثلاً أنت طب أنا سويت لك هيك أنت ما سويت لي بهاي الطريقة. فكل موضوع أصلاً التنازل إنه مبني على إيش؟ مبني على إنه واحد يشعر بالتعاسة للحظة عشان يمشي رأي الآخر، عشان مرة تانية إنه هذا الأولاني كمان يشعر بالتعاسة إنه يجي على حاله عشان أنا أنبسط. عشان طب لا في حل آخر. مزبوط. أكيد. في حل ممكن يخليكم أنتوا تنين مبسوطين، ما فيش داعي. بالضبط. يعني حل ثالث. مش لازم يكون يا أنا يا أنت، هذا صح. هو اللي أنا بقول عليه، الحل الثالث اللي إحنا نكون التنين راضيين فيه. بياخد وقت، بياخد مجهود، صح. لكن على خلينا نقول على آخر الخط أو على اللونج تيرم، هذا هو اللي إحنا محتاجينه، إن إحنا فعلًا إنه ما حدا يكون تعيس، راح نكون إحنا كسبانين. بالعكس أنا راح أعرف أكثر عن التاني والتاني بيعرف أكثر عني، راح يقربنا أكثر. لا في حقد مثلًا بينبنى ولا أفكار هيك مثلًا بتكون سلبية بتنبنى ما بينات، صح. لا إحنا بنكون واضحين. مزبوط. طيب أنا يعني بدي أشكرك كتير على المقالات اللي بتكتبيها، وأكيد بنصح كل الأشخاص إنه يتناولوا هاي المجلة لو لشوية وقت وهم قاعدين يقرأوا المقالات، لأنها عن جد مقالات كتير بتحاكي الحياة اليومية اللي إحنا بنمرق فيها. شكرا كتير لوجودك معنا. شكرا. وشكرا كتير على مقالاتك وإبداعاتك وأفكارك الحلوة. شكرا. وشكرا لمجلة فاميلي فليفرز عن جد على تنوعها اللي المستمر اللي عم تعطينا اياه دائما. نقطة واحدة بس بحب اقولها، انه دائما فاميلي فليفرز اشي بيميزها انها بتستقبل دائما من القراء، فاي قارئ بيبعت سؤال او بيبعت اي شيء احنا دائما بنجاوبه، وهذا التواصل انا بشوف انه بيميز مجلة فاميلي فليفرز ونكهات عائلية. اتمنى لكم كل التوفيق دائما.
موسيقى.